هنا كانت البداية، وبهذه الهتافات قادت المرأة ثورة 11 من فبراير، ثم تحولت منذ ذلك الحين من الحضور الباهت إلى المشاركة الفعلية. فمن أول مسيرة في الثورة الشبابية من كانت للمرأة اليمنية ربيعا إلى كل ساحات الاعتصام، وحتى أسماء الشهداء والجرحى ومن تعرضوا للاعتقال، هناك كانت دائما المرأة في قلب ثورة فبراير، وهو الدور الذي أوصلها إلى منصة التكريم العالمي في جائزة نوبل. وكيف ستولد ثورة دونها وهي التي تسابق دائما لتصبح في المقدمة؟ فصوتها ثورة كان ولا يزال، كما لا تزال هي تقاوم حتى اليوم في سبيل البحث عن يمن جديد لتعبر كل السكك المؤدية للحرية، تلك الحرية المليئة بالمخاطر والمخاطرة معا، خاصة بالنسبة لها كامرأة. نحن الآن معقول ونمضي بخطوات واثقة إلى تحقيق أهدافنا، لكنها انتفضت على أحزانها وخوفها وسبقت الرجل في المسيرات والساحات، وحتى الموت تحملت تبعاته المرهقة حين فقدت أبا أو أخا أو ابنا، وعلى عكس الرجل استمرت في رفع صوتها مطالبة بحرية أبنائها أولا ومن ثم حريتها. لليوم ما تزال تناضل لأجل أبنائها المغيبين خلف قضبان المعتقلات، تجوب بهم أماكن إصدار القرارات أملا في الحرية، تشاهد عن قرب حرية فلذات أكبادها مصفدة بالسلاسل، وتتذكر أنها ذات يوم حملت مشعل الحرية وأنارت، اختفى ذلك النور بالقوة من يد أخيها أو ابنها أو زوجها، وأبت هي إلا أن تعيره النور حين بقي في يدها فقط. حتى عندما واجهت النساء أنماطا مختلفة من العنف بالإضافة إلى حملات التحريض ضدهن في ذلك الوقت واليوم، بقيت المرأة اليمنية أيقونة الحرية ومثالا للقوة الوليدة من قيود الضعف. صوت هتافها لم يخفت ولم يبح، مرت الأيام مع الأشهر مع الأعوام، ولم تزدد المرأة إلا ثورة.